ازيكم؟ كل الخطط اللي انا كنت عاملاها عشان النهاردة اتلخبطت خالص خالص. النهاردة الجمعة، ومن زمان قوي قوي قوي، من ساعة ما اتجوزت وانا كنت مصممة يوم الجمعة، عاملة له ديزاين. وده يمكن حاجة انا متعودة، ان انا يعني اتعودت عليها من زمان قوي، ان انا اصمم اليوم اللي انا نفسي اعيشه، ان انا اجدول اليوم وافكر هعمل ايه في اليوم ده، وهصحى الصبح اعمل ايه، وبعد كده اعمل ايه، وبعد كده اعمل ايه. زمان يوم الجمعة طبعا كل عيلة ليها طقوسها، ان احنا بنصحى من النوم الصبح، نستحمى، والولاد او الشباب مع الاب بيروحوا صلاة الجمعة، والام والبنات بيحضروا الفطار، والفطار بيبقى فطار تقيل بقى، بنعمل حاجات من اللي هي مش بناكلها كل يوم، ونتجمع، وعلى الغدا نتغدى حاجة معينة. وفي بعض البيوت اللي بيبقى ليها أكلات معينة، يعني مثلا عندنا يوم الجمعة كان ماما لازم تعمل سمك، يوم الجمعة ده يوم السمك. في ناس تانية يوم الجمعة ده يوم المحشي. في ستات مثلا كان يوم الجمعة ده يوم التنظيف والتنفيض وتنفيضة الأسبوع. استنى ما اجيب الشاي بتاعي. فلما اتجوزت انا كمان قررت ان انا اصمم يوم الجمعة، ويبقى فيه الترديشن بتاعتي، فيه التقاليد العيلة الصغيرة بتاعتي اللي انا ببنيها. عملت السمك زي ماما، ما عجبش جوزي لان هو مش اكيل سمك قوي، وطبعا مش هعمل محشي، ما انا مش واخدة يوم اجازة عشان بدل ما ارتاح اتعب نفسي، لا بلاها سمك بلاها محشي. نعمل حاجة خفيفة. وبعد كده تعودنا ان احنا نخرج، لا الغدا ده بقى هنتغدى بره. حاجات معينة، يعني مثلا انا في الايام العادية ما بشغلش، ما بعملش بخور اللي هو بيتحرق الفحمة، لكن يوم الجمعة بحب جدا اطلع حتة الفحمة الصغيرة واحط عليها البخور واشم ريحة البخور. في الايام التانية لا، بحب مثلا احط الشمع اللي بيعمل ريحة حلوة، او بشغل الديفيوزر او الفواحة او whatever. المهم ان يوم الجمعة ده يكون له طقوس معينة. والفكرة دي على فكرة لقيتها في ديانات تانية، لقيتها عند المسيحيين اللي هو الساندي دينر ده، العشاء بتاع يوم الحد، وازاي انهم بيعملوا ساندي روست وساندي بوتيتوز، اكلات معينه حتى بيعملوها يوم الساندي، وبيتجمعوا مع بعض وبتتجمع الاسره مع بعض. اليهود كمان عندهم السبت ده يوم، يعني هو فعلا يوم مقدس. يوم السبت ده يوم الراحه، وحتى اليهود بياخدوه زياده كمان، ما يشغلوش فيه موبايل، ما يشغلوش فيه كهرباء، ما يشتغلوش بأي شكل خالص من الأشكال، يعملوا حاجات معينة زي مثلا يخبزوا نوع معين من العيش، يتجمعوا مع بعض، يقولوا أناشيد دينية معينة، يقروا من التوراة مقاطع معينة. فبياخدوه بجدية جدا جدا. واحنا عندنا صلاة الجمعة طبعا، والرجالة تلاقيهم اللي ما بيلبسوش جلاليب تلاقيه يوم الجمعة لابس جلابية ونازل المسجد. المهم اللي أنا عايزة أكلمكم فيه النهاردة، إن كل عيلة سواء عيلة كبيرة ممتدة من جد وجدة وأولاد وأحفاد، أو عيلة صغيرة حتى ولو مجرد زوج وزوجة لسه في بداية حياتهم، لازم يعملوا لنفسهم شوية traditions، عادات. والحاجات دي أحيانا بتيجي بدون ما نفكر فيها قوي، وأحيانا بتيجي إن احنا بنخطط لها. فزي ما أنا كنت جايبة حاجات من بيت بابايا ومامتي، جوزي جايب حاجات من بيت أسرته، لكن مع بعض عملنا عادات جديدة وحاجات جديدة خاصة بي أنا وهو بس.
وبعد كده دخلنا الولاد كمان معانا، وبقت خاصة بأنا وهو وولادنا وبس. ونفكر في العادات دي، هل هي عادات حلوة ولا عادات وحشة؟ أنا أسمع إن في ناس أسوأ يوم من أيام الأسبوع هو يوم الأجازة اللي بيقعدوه سوا، بيبقى يوم الخناق، يوم النقار، يوم النكد. ليه كده؟ وعلى فكرة أعتقد إن الست عليها دور كبير قوي 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 في وضع وتيرة اليوم الأجازة ده اللي أسرتها كلها لما يبقوا مع بعض. حاجة من الحاجات مثلا اللي أنا بحاول مع أولادي، لأن أنا أولادي زي أولادكم تين ايجرز، بيحبوا يلعبوا، بيحبوا يقعدوا على السيلفونز بتاعتهم والكلام ده، على الأقل يكون في وجبتين أساسيتين ونقعد فيهم سوا، وساعتها كل واحد بيقفل التليفون بتاعه، ما بنقعدش على السفرة بالتليفون. وإحنا على السفرة بحاول أخلق نوع من الحوار، نوع من الكلام، نوع من النقاش في مواضيع شبه عامة، عشان ما اديش لنفسي الفرصة او لباباهم ان احنا ننتقدهم ونقول لهم اصل انتوا كذا، اصل انتوا فيكوا كذا، اصل الكلام ده. نناقش حاجة عامة، حاجة هما ليهم فيها رأي وانا ليا رأي وجوزي له رأي، ونتبادل الآراء بدون ما نهاجم بعض، بدون ما ننتقد بعض. بتلاقوا يعني لو عملتوا كده هتلاقوا ان فترة الاكل امتدت، ما بقتش كل الناس تاكل بسرعة 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 وكل واحد فيهم يقوم ويسيب المكان، لان بقى في هذا الحوار والشد والجذب والمرواح والمجي والكلام اللي رايح جاي بيننا وبينهم، وهم كمان حاسين باللي هم بيقولوه وبرأيهم وان احنا بنسمع لهم. ممكن المواضيع كتير قوي قوي قوي، يعني بلاش المواضيع اللي فيها خلافات، يعني ممكن نناقش حاجة سياسية، لكن لو احنا لينا رأي وهم ليهم رأي دي هتبقى منطقة ساخنة، هتعمل لنا تربلنس في القعدة. ممكن تكون حاجة اجتماعية، ممكن تكون حاجة جديدة قريناها، ممكن تكون حاجة اتفرجنا عليها معاهم. المهم انها انه يكون موضوع مش شائك، ما يعملش خناق، ساعتها هتبقى القعدة لطيفة وظريفة. كمان التجهيز للأكل والتحضير للأكل، اندهولهم تعال حبيبي اعمل معايا السلطة، وهاتوه جنبكم في المطبخ ابنكم، اهو يا ماما مش عارف ايه بتاع انا بلعب والكلام ده، ولا معلش انا محتاجة مساعدتك، محتاجة مساعدتك تعال. لما تشركوهم في اللي انتوا بتعملوه، انا اسمع مثلا عن امهات بتكره ان اي حد يقعد معاها في المطبخ، مع ان يعني احلى كلام ممكن يتقال في المطبخ وانتوا قاعدين بتقطعوا الحاجات وبتحطوا الحاجات في مكانها وبتعملوا الكلام ده، حتى لو وسخ لك الدنيا، حتى لو عمل لك، اغتنمي الوقت اللي جوزك واقف فيه معاكي في المطبخ او ولادك واقفين معاكي في المطبخ. ما تفكريش انهم مش بيعملوا الحاجة زي ما انتي نفسك فيها او زي ما انتي كنتي هتعمليها او هيوسخوا لك الدنيا. ما الدنيا هتتوسخ، بس يبقى فيه وقت الكلام والدردشة والاخد هات وخد كده في الكلام. فالنهاردة طبعا قبل الكورانتين، قبل الحجر الصحي اللي احنا فيه، كان يوم الجمعة يوم خروج لينا. كنا طبعا بنصحى الصبح، كنا بنفطر حاجة اي كلام كده، يعني كل واحد ياخد له اي حاجة، اللي يشرب قهوة، انا ما كنتش بفطر خالص. وبعدين ننزل نروح نصلي، وبعد ما نصلي نروح طالعين على المول، في مطعم معين في المول ما بناكلش منه غير يوم الجمعة بس، فنروح ونطلب ونتكلم، وهنطلب المرة دي حاجة جديدة ولا نفس الحاجة اللي بنطلبها كل مرة. وبعد كده نتمشى شوية في المول، ناكل آيس كريم، ممكن احيانا كنا نتفرج على موفي في السينما، ونرجع. بعد الكورانتين طبعا المول مقفول والمسجد مقفول وكل حاجة مقفولة، فلقيت ان انا لازم اعيد تصميم يوم الراحة بتاعنا ده، يوم الجمعة. فقررت
بصحى الصبح اولع البخور بتاعي اللي ما بولعوش غير هو يوم الجمعة، لان ده الطقس بتاعي انا، ده التراديشن بتاعي انا. ونشغل القرآن على سورة الكهف، بعدين نشغل خطبة من الخطب على اليوتيوب، والمساجد بتاعتنا بتعمل كمان خطب على اليوتيوب، ونصلي ونروح نجيب اكل من بره، او انا اعمل انا اكل، ونروح نعمل بيكنيك، نعمل زي نزهة خلوية، نروح اقرب جنينة لينا ونفرش، ناخد جنب كده صغير ونفرش وناكل ونرجع. النهاردة صحيت من النوم ببص الجو رائع جميل حلو، يلا هوبا النهارده بقى انا مش هطبخ ولا هجهز اي حاجة، هنروح نجيب اكلنا نروح نقعد في اي حتة. بس خطوتين دقيقتين بالظبط والدنيا قلبت رعد وبرق، وخلال 5 دقايق اللي رجعنا فيهم البيت تاني كنا بنشر مية، بس ضحكنا والموضوع يعني عدى وكان لطيف، ما عدناش قلنا ايه الحظ المنيل ده ولا ايه مش عارف ايه ولا الكلام ده، وقعدنا نضحك، بص يا ماما جزمتي غرقانة مية ازاي، بص انا هدومي غرقانة ازاي، والكلام ده كله، واخدناها هزار وضحك. طب احنا جعانين ميتين من الجوع، رحت فاتحة علبة بولو بيف وفقشت عليها بالطين وكلنا. المهم ان احنا يعني ما سبناش اليوم يتعكنن، ما سبناش اليوم يبوظ، كان في مليون فرصة ان احنا نتخانق مع بعض، كان في مليون حاجة تخلينا نتقش في بعض، لكن كل واحد فينا كان بياخد قرار واعي، انا مش عايزة اقلبها خناقة، انا مش عايزة اتخانق، انا مش عايزة اتخانق. فمبدأ ان احنا نصمم حياتنا ونصمم ايامنا جاية من التصميم، الديزاين، مش التصميم يعني هو كده يعني هو كده، لا التصميم يعني الديزاين، زي في علوم الهندسة، زي في العمارة، زي في الميكانيكا. فلما نصمم حياتنا هنقدر نحط الحاجات اللي تخلينا نعيش حياة حلوة، وحياتنا احنا مش حياة الاخرين. يمكن انا السيستم بتاعي ده ما ينفعش مع كل الناس، انا مثلا لو قلت لمامتي وبابايا ان احنا ما بناكلش سمك يوم الجمعة، ايه يجي يوم الجمعة من غير ما تاكلوا سمك ازاي؟ عادي، احنا اخترنا كده وده الانسب لينا وده الانسب لاسرتي. انا وولادي متعودين على حاجة معينة، ايه حد يعمل كده؟ حد يسوي كده؟ هو ده الانسب لينا وده الاريح لينا. هل بأذي حد؟ لا. هل في حد من حقه انه يتدخل انا بعيش حياتي ازاي؟ لا. وفي نفس الوقت برضو انا فليكسبل انف، يعني عندي المرونة اللي تخليني لما اشوف بيت بيعمل حاجة كويسة اغش منهم، اخد اللي هما بيعملوه واطبقه عندي. والبني ادمين بيتعلموا كده، لما تشوفوا حد عنده حاجة كويسة ما تغيروش، ما تحقدوش عليهم، فكروا يعني اول حاجة ادعو لهم، قولوا يا رب ديم عليهم النعمة اللي هم فيها، يا رب ديم عليهم الحاجة الكويسة اللي عندهم، عشان اذا كان في ذرة حسد، ذرة حقد، ذرة غيرة في قلوبنا تمحى، يا رب بارك لهم في اللي هم فيه. انا بقى ازاي يعني الناس دي بتعرف تضحك وبتقضي وقت لطيف مع بعض، ازاي انا اضيف البهجة في بيتي؟ ازاي انا اعمل البهجة دي في بيتي؟ كمان الحاجة التانية، ما تسيبوش حاجة تعكنن اليوم. يعني في فترة من الفترات كانت المرور زحمة وواقفين وقرفانين وطلعان عينينا في الإشارة ومش عارف ايه، الواحد خلاص رجع البيت انتهت الزحمة اللي انت كنت فيها، خلصت خلاص الموقف المقرف اللي انت كنت فيه، خلص خلاص،
انت دلوقتي في البيت، موقف جديد، مكان جديد، ناس تانية، اهل بيتك من حقهم انهم يشوفوك مبتسم. انتي زوجة طلعان عينك وقرفانة، والغسيل والطبيخ والمش عارف ايه والكلام ده طول النهار، وخلص خلاص عملتي كل اللي عليك انك تعمليه. اقعدي بقى ارتاحي بقى، اقعدي ريلاكس. انا بغسل المواعين في اليوم مرتين، لو بتتكون مواعين تانية بسيبها. بسيبها لاني يوم ما حاولت ان انا ما خليش ولا جنس حاجه في الحوض، اعصابي تعبت، اعصابي تلفت. بس ده مش معناه ان انا سايبه الدنيا تضرب تقلب، لا انا ست شاطره، ولكن حددت محطات في يومي اللي اهتم بيها فيها بالنقطه دي، عشان في محطات تانية اهتم بحاجات تانية، عشان الاقي وقت وجهد وقدره ان انا اقعد مع ابني اسمع له واتكلم معاه وابقى مهتمه بيه. حاجه مثلا من الحاجات اللي عودت نفسي عليها ان انا مش اول ما ادخل اوضتهم اقول لهم ايه القرف اللي انتوا فيه ده، ايه الاوضه مزبله كده ليه، لا بدخل وبتكلم وبقعد معاهم وبقول لهم على اللي انا عايزه اقوله لهم. وقبل ما امشي، بعد ما اكون قعدت قعدتي معاهم، قبل ما امشي اقول لهم على فكره روقوا الاوضه دي، اعتقد هتاخد منكم 5 دقايق، هظبط لكم المنبه على 5 دقايق واجي اشوف عملتوا ايه. لو ابتديت من الاول ايه القرف ده، ايه الاوضه دي، ايه المش عارف ايه ده، عصبتهم وعصبت نفسي، وللاسف للاسف خلص، يعني خلص الموقف بدون ما اكون قعدت معاهم، بدون ما اكون اتكلمت معاهم، بدون ما اكون حكيت معاهم، بدون اي حاجه كويسه، وما كسبتش حاجه. دايما ابداوا بالخير، ابداوا بالحلو، ابداوا بالجميل. دايما كنت مستعجبه حتى في الجنه، تخيلوا اهل الجنه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لهم الفاكهه قبل لحم الطير، يا نهار ابيض. وسالت مره دكتور، كان دكتور صديقنا بيفهم في التغذيه والحاجات دي، بيقول لي على فكره الاصح انك تاكلي الفواكه الاول والخضار، وفي الاخر كلي اي حاجه من اللي انت بتعتبريها الاساسيات، اللحمه والحاجات دي. فابداوا بالخير الاول، ابداوا بالحلو الاول، حلوا قبل ما تحدقوا. فكده خلاص، يعني الدنيا ظلمت، ومع ان لسه بدري، يعني لسه ما جيناش المغرب ولا حاجه، بس السماء محمله بالغيوم، ومش بس كده، لما بتمطر بتعمل رعد وبرق، وده يعني بيثير نفسيتي شويه، فبقفل الدنيا عشان ما اقعدش كل شويه اشوف الانوار بتاعت الرعد والبرق. وهنقضي اليوم بقيته كده ايه، على الهادي، يمكن نشوف لنا فيلم عربي ابيض واسود من افلام اسماعيل ياسين ونقعد نتفرج عليها سوا. جمعتكم مباركه، اشوفكم بكره ان شاء الله. ملبوس حلوة دي، لابسه جن. وده من أي مثل؟ This is from Lord of the Rings. This is big. Lord of the Rings. طيب، ما دي كلها الممالك اللي هم اخترعوها. Yes, that's really really tough. Really tough. معنى بقى. Just because the enemy.
دلوقتي عاملين parallel universes و parallel kingdoms و كده، يعني مش حقيقية، مش جامد history بتاع المهمين. This is fantasy. يعني ده أقصده إنهم حتى كمان عاملهم لغة. Star Trek. لا 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 لا، يمكن مش Lord of the Rings. ممكن في برضو حاجة فيها فانتسي كده، اخترعوا